بونجور، صباح الخير، صباح الهنا، وحلقه جديده ومنتصف خلاص الاسبوع. الاسبوع ده جري بسرعه على فكره جدا بجد. صباح الفل على حضراتكم، حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي، واكيد معانا اخبار كتير مهمه خاصه اكيد بالنادي الاهلي برده بدايه، وكمان بالكره العالميه وبالرياضه العالميه، وبهم برده اخبار وزاره الشباب والرياضه وكل ما يهم حضراتكم من اخبار رياضيه اكيد. صباح الفل يا كريم. صباح الفل عليك يا نهواند، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما نهواند بتقول لكم احنا فعلا النهارده عندنا مجموعه كبيره من الاخبار، يعني الاخبار المتعلقه بمصر بشكل عام كلها اخبار تسعد وتفرح وتشرف، حاجه عظيمه جدا. ان شاء الله حضراتكم هتعرفوا كل التفاصيل معانا من خلال متابعتكم لسياق حلقتنا النهارده. الجزء الاول هنقول لكم فيه كل اللي احنا قلناه دلوقتي ده، هنتكلم مع حضراتكم فيه وبالتفصيل. الجزء الثاني كالعاده هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هينورنا كابتن محمود الهريدي وهو بطل مصر وكمان بطل العرب في البلياردو والسنوكر، وتاني فقراتنا هينورنا الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. بطل مصر العرب في البلياردو، وده يمكن مش كل الناس عارفه تاني ان احنا عندنا اصلا يعني لعبه زي كده، وان احنا بنروح ننافس عليها كمان على مستوى دولي او عالمي. فلا يعني عايزه اقول لك برضو انا من ساعه ما دخلت البرنامج ده واهتمينا اكتر بالرياضات المختلفه، انا كمان كنت من الناس اللي ما اعرفش ان مصر عامله يعني شوط كبير قوي في رياضات كتيره ما كانتش اصلا الواحد يعرف عنها حاجه، يعني ده الحق يقال. فلا احنا عندنا تقدم، عندنا رانكينجز حلوه في العاب كتيره جدا فرديه منها البلياردو على سبيل المثال، وناس كتير ما تعرفش هذا الموضوع. لا بالعكس، احنا عندنا ابطال كتير جدا كمان وميداليات ورانكينج زي ما كنت بقول. فاكيد عايزين نتكلم في التفاصيل اكتر، وعايزين نعرف برضو ايه المشاكل اللي موجوده. احنا كنا استضفنا قبل كده برضو ابطال من البلياردو، وكان منتخب مصر، وكانوا مفروض عندهم بطوله، وكانوا بيكلمونا ايه الايجابيات اللي موجوده وايه الحاجات اللي هم كمان يعني شايفين ان هي كويسه، وايه الحاجات اللي هم شايفين ان هي ناقصاهم. يعني كل ده مهم ان احنا نعرضه كمان لحضراتكم، لعل كمان اي مسؤول بيتفرج علينا ان هو يهتم بكل حاجه ابطالنا بتكون محتاجينها. ده شق. الشق الثاني اللي عايزه اتكلم بيه قبل ما نبدا بس يا كريم حلقتنا، لان الموضوع انتشر بشكل فظيع. انا اتكلمت بحضراتكم ده ايام ما كان كريم تعبان من اسبوعين تقريبا، لما كان عندك كوفيد يعني ربنا ما يعيدها. ولكن اقول لحضراتكم ان ما زال حتى هذه اللحظه زملاء لينا وناس نعرفهم وقرايب لينا بيصابوا بكوفيد 19، لسه لحد دلوقتي هذه الكارثه موجوده متواجده ما بيننا. الموضوع مش هزار، الموضوع بجد، نسب كتيره جدا مؤخرا بتزيد. الواحد مش عايز ان هو يجي يقول نقعد في البيت والكلام ده، لان مش هيحصل، ده مش واقع وده مش كلام يعني الواحد هيقبله دلوقتي. لكن خلي بالنا، يعني نخلي بالنا برده ما نمسك اي حاجه بايدينا، حاجه زي سلالم بتاع اسانسير، زراير، اي تي ام، وات ايفر، نخلي بالنا نغسل ايدينا، الكحول يبقى معانا على قد ما نقدر، ما دي اجراءات احترازيه. حتى لو كنت واخد الفاكسين ده مش هيمنع ان هي تجي لك مره كمان. طبعا الاعراض بتبقى اقل، بس وارد ان انت تصاب بيها مره تانية. فيعني هي الاعراض اقل واقل حده واقل وطأه، لكن من ناحيه تانية المشكله الكبيره في الـ في الـ في النسخه دي من الكوفيد 19 او يعني اوميكرون اسمه، فكره انه سريع الانتشار بشكل مخيف. المشكله بقى مش في سرعه انتشاره قد ما المشكله في سلوكياتنا احنا. احنا من اول ما الكوفيد 19 ظهر في الحياه من 3 سنين احنا عندنا ناس اساتذه بتتفنن في ان هي ما تتعصش، ما تاخدش بالها من الاجراءات الاحترازيه. كريم، انت عارف ان لسه في لهذه اللحظه وناس انا اعرفهم على المستوى الشخصي لسه مش مقتنعين، بيقولوا لك الكوفيد 19 ده اي كلام، كوفيد 19 ده يعني بغض النظر بفعل فاعل او مش بفعل فاعل، في ناس ماتت وفيروس منتشر وموجود ما بيننا، فمفيش حاجه اسمها، لا ده هنقول لهم ايه اسمها كوفيد 19. يعني هم كده اذكى من العادي، فاهم؟ الناس دي بقى معديه ذكاء البشريه كلها وهم اللي فاهمين الدنيا، فقال لك مفيش حاجه اسمها كوفيد 19. لا، والناس الناس كمان اللي بتبقى فاهمه ان مثلا في الصيف مع ارتفاع درجات الحراره وكان الفيروس هيموت، طب احنا عدت علينا ده ثالث صيف عدى علينا من اول الصيف. عايز اقول لك انه منتشر اكتر في الصيف. الصيف ده ويصيب ناس كتيره جدا، بقول لحضراتكم يعني حتى زملاء لينا هنا بيصابوا حتى هذه اللحظه، ربنا يستر علينا جميعا يعني. أمين. نبدا بقى مع حضراتكم ونبدا كلامنا بالحديث اكيد عن قرعه دوري ابطال افريقيا اللي هتكون باذن الله النهارده. ناس كتيره جدا مترقبه هذا الحدث الكبير اللي معروف كمان زي ما حضراتكم يعني عندكم اكيد معلومه، النادي الاهلي هيبدا فيها من دور ال 32 المؤهل باذن الله بعدها لدور المجموعات. وبالمناسبه برضو بدايه القرعه هتكون اول يوم، حابين ان احنا كده نقول زي كل مره بندخل فيها البطوله يا كريم دي بالتحديد احنا اصحاب الرقم القياسي في الفوز بيها. تاني، دي لغه ارقام، مش بنقول كده نعمل سيت لنفسنا، ده بلغه الارقام. واحنا والاكثر من كده كمان احنا اصحاب الرقم الاعلى في القاره
في الفوز بعدد البطولات القارية. فإن شاء الله تكون بدايتنا كده خير، وزي ما كنا كمان ضيوف على منصة التتويج 5 مرات، يعني آخر 6 سنوات نكون موجودين كمان النسخة اللي جاية ونكون أبطالها بإذن الله. بس نعمل اللي علينا، أهم حاجة الواحد يشوف إن إحنا أو المنتخب بتاعه أو الفريق بتاعه بيعمل اللي عليه، هو ده اللي إحنا عايزينه. وإن شاء الله الفريق يعني يشرفنا، والنهاردة كمان هيكون لينا أكيد كلام كتيرة عن هذا الموضوع. بس يعني خليني أقول لحضراتكم برضو بالنسبة للفرق اللي مش هتبدأ الدور التمهيدي، عشان ده برضو مهم قبل ما أنسى، أكيد هم مرشحين للبطولة، وهم طبعا الأهلي، وأنا قلت الكلام ده امبارح، والوداد والرجاء والترجي ومازيمبي وسان داونز. بالتوفيق إن شاء الله للجميع، وأكيد هتكون نسخة كريم قوية جدا طبعًا من دوري طبعًا الأبطال، بتنتظر أكيد كل المنافسين. في الأول في الآخر إحنا عايزين نشوف كورة حلوة، كل واحد يشوف فريقه يعني بيبذل أفضل ما عنده في الملعب، إحنا مش عايزين أكتر من كده على فكرة. صحيح. والزعل اللي كان الفترة اللي فاتت يا كريم، خلي بالك مش قصة بطولة ولا ماتش، قصة إن أنا عايز أشوف فريق اللي أنا أعرفه، هي دي النقطة، ده ما كانش فريق اللي أنا أعرفه، بس هي دي القصة كلها. لكن إحنا قلنا الكلام ده إمبارح، إن شاء الله أولى خطوات الإصلاح على الأرض بانت، واللي جاي أحسن، دايماً بحب الجملة دي، اللي جاي أحسن يا رب وأحلى. يا رب. الحقيقة يعني برضو كلمة حق لازم تتقال، يعني كل التقدير وكل الاحترام وكل الحب لجماهير النادي الأهلي العظيمة العقلانية المنطقية اللي دايما بتساند وبتؤازر النادي الأهلي في كل الأوقات، ودايما بيتألقوا في أوقات الانكسار أكتر كمان من لحظات الانتصار وما أكترها في تاريخ النادي الأهلي. لو شفنا مثلا، لو ضربنا مثال كده عشوائي مرتجل، الجماهير النادي الأهلي كانت حاضرة الماتش الأخير بين الأهلي والاتحاد السكندري، المفروض أن الناس دي رايحة وهي في قمة الإحباط، في ناس ممكن تشوف أن احنا نروح ليه ونشجع ليه ونساند ليه، ما الدوري بالسلامة. جماهير النادي الاهلي ما عندهاش حاجه اسمها الدوري بالسلامه، جماهير النادي الاهلي، ودي النقطه اللي نهاوند كانت بتتكلم فيها من شويه فعلا، واللي حقيقي تسببت في غضب الكم الاكبر من جماهير النادي الاهلي، مش نتيجه اللقاء، مش الخساره، مش ضياع لقب، مش ضياع درع، مش ضياع بطوله، ضياع شخصيه البطل، ضياع الروح المعتاده اللي احنا متعودين دايما نشوفها من كل لعيبه النادي الاهلي ايا كانت الملابسات وايا كانت الاوضاع ايه. والحمد لله شيء بشيء الروح ابتدت ترجع مره ثانيه نتيجه وقفه كان لازم تتوقف، وعمليه اصلاح كان لازم تتم. كل التوفيق طبعا للي جاي، واكيد احنا مش جديد علينا التواجد بشكل دائم ومستمر في نهائي ارقى بطولات القاره، وان شاء الله رب العالمين يكون اللقب اهلاوي في النهايه. تعالوا بقى نروح لمسابقه الدوري العام ومباراه المصري البورسعيدي بكره ان شاء الله يوم الاربعاء في برج العرب، اكيد بعد فوز غالي على الاتحاد السكندري والفوز بثلاثيه، طبعا كانت حاجه جميله جدا ان انت تصلح من اخطائك وترجع مره ثانيه عشان تستعد للموسم اللي جاي من نهايه الموسم الحالي. والأهم من ده كله اكتشاف أكتر من عنصر جديد من اللعيبة الشباب اللي زي الورد، زي أحمد سيد غريب مثلا اللي عبر عن نفسه بمنتهى القوة، بالإضافة لزياد طارق وفخري، والحقيقة أكتر من لاعب من فريق الشباب اللي بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق في اللي جاي، وأكيد هيبقى عندهم مساحة كافية يا نهواند إن هم يظهروا طبعا. دي فرصة ذهبية زي ما بتقال، ده الواحد بيبقى مستنيها، وهو بقى اللي بعد كده اللي عليه ينتهز الفرصة دي ويثبت نفسه. لا بس الفرصة ما بتجيش لأي حد، لما تجيلك لازم تمسك فيها، ده كلام محترم جدا. وقبل ما نروح لملف آخر، وأكيد هنرجع تاني لملف الأهلي وغيره، لكن خلينا بس أو خليني أأكد على نقطة تاني، وانا قلت الكلام ده امبارح بس هقعد افكر الناس بيه كده، نقعد نقوله كل شويه، لان الفتره اللي فاتت يا كريم، الفتره اللي فاتت مقصود بيها الاسبوع اللي فات ده تحديدا، يعني تبقى قاعد مع ناس، بتبقى قعدات كده، ناس تبقى عايزه تنكشك، ناس تبقى تنتمي لنادي تاني، حابين ان هم يعيشوا لحظات كده كانت زمان فايته عليهم، بقى لهم كتير ما عاشوهاش، فابتدوا يهزروا بتاع، فانت بتسيبهم خالص. والله العظيم الموضوع ده لسه حصل امبارح برضو يعني حصل وانا مسافره، حصل امبارح، تقعد ساكت ساكت ساكت، عارف قاعد ساكت، بعد كده تقول هقول لك على حاجه، احنا بس من كتر يعني البطولات بتاعتنا والجوائز والكؤوس وغيره والاضرع، احنا بنبني مبنى جديد عشان يكفي، احنا ما عندناش مساحه لبطولاتنا، بنعمل اكستنشن، ودي حقيقه والله العظيم. فبتقعد هم يقعد رغي 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 رغي، ودي ترد بحاجه واحده، محدش عارف يتكلم عشان ده واقع. عارفه لو جت على قد عشان ده واقع، لو جت على قد المناوشات اللطيفه التقليديه اللي على فكره عاده ما بتكون، بس هو بيهزر يعني، بس مفهوم، بس برضه لازم يترد. هي لو جت على قد كده حلو، دي طول عمرها سمة غالبة يعني على جماهير الفريقين القطبين في الكرة المصرية الأهلاوية والزملكاوية، حتى الناس زمان اللي كانت بتقعد تتفرج على القهاوي بقى الشكل الكلاسيكي للمشاهدة، يعني طول عمرها حاجات لطيفة وأجواء لطيفة، لكن لما الموضوع يعدي الليفل ده بينتج عندها مشاكل، ودي كانت حاصلة بشكل واضح الفترة اللي يمكن آخر كام سنة كمان.
فدي دي مش حاجه مش انا مش بشوف اهلي وزمالك يا كريم، بالعكس انا بشوف ان في البعض ما بيبقاش عنده الروح الرياضيه بغض النظر عن انتمائه لاي نادي خالص. في ناس بتحب تصطاد في المايه العكره، لا تنتمي للنادي ده ولا تنتمي بالمناسبه للنادي ده، هي عايز تعمل مشكله وخلاص مالهاش علاقه. لا، في ناس محترمه هنا وفي ناس محترمه هنا طبعًا. على فكره جدا طبعًا. بس في ناس يعني دول بيبقوا معروفين ودول بيبقوا مفهومين، فمش ده اللي احنا اصلا هنلتفت ليهم. بس انا بتكلم حتى على سبيل الهزار، لما بتبقى قاعد لازم ترد كده رد ايه مظبوط. خلينا بقى ننتقل لملف اخر، وحاجه بجد مشرفة واتكلمنا عنها قبل كده ومش أول مرة طبعا تحصل، لكن احنا بنتكلم هنا عن أبطال مصر من ذوي الهمم، واللي اللجنة البارالمبية المصرية بتستعد خلاص لحدث بالنسبة لهم مهم جدا بعد ما حصلت على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية عشان تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبية. حاجة جميلة جدا بجد والله، حاجة جميلة جدا. دي إحدى مراحل التأهيل، بنتكلم لدورة باريس 2024. شوفوا حضراتكم قد ايه الموضوع مهم طبعا. وزي ما بيتقال كده استعداد كبير جدا لاولمبياد باريس 2024. ان شاء الله نحضرها بقى في باريس، انا نفسي احضرها يا كريم والله، حتى لو عندنا شغل انا هسافر بصراحه. البطوله دي هتقام باذن الله خلال الفتره من 22 ل 31 اكتوبر، وعايزه اقول لحضراتكم يعني ان هيشارك فيها ما يقرب من 150 لاعب ولاعبه، ويعتبر منتخب الناشئين فيها يعني نواه لمشاركه مصر في دوره لوس انجلوس البارالمبيه كمان 2028. عندنا اسماء محترمه جدا فيها ومشرفه، يعني عايزه اقول لحضراتكم فاطمه عمر تم اختيارها ضمن افضل لاعبه بارالمبيه، حققت 6 ميداليات متتاليه في الدورات البارالمبيه، وكمان الرباع شريف عثمان عضو اللجنه الفنيه لرفع الاثقال كان ممثلا عن لاعبي العالم. فبجد ما شاء الله عليهم، انا شفت على فكره صورهم وشفتهم في تدريبات، حاجة مشرفة وحاجة يعني تديك أمل إن بارالمبيات إن شاء الله 2024 في باريس حاجة هتبقى أنا متوقعة أضعاف أضعاف الميداليات اللي إحنا حصلنا عليها كمان. ما في مرة واحدة فقط لا غير يعني هود شرفوا فيها بالظبط كده أكتر بكتير. يعني طبعًا أكيد كل الإحترام وكل التقدير لإنجازات ونجاحات الرياضيين المصريين اللي شاركوا في بعثات مصر في دورات أولمبية وحققوا برضو حاجات حلوة جدًا زي الفل، لكن الحقيقة كلمة حق لازم تتقال دايمًا. أبطالنا البارالمبيين لما بيشاركوا في أي تفاعلة أو أي بطولة أي كأس أي بطولة بشكل عام لازم يرجعوا محملين بالكم الأكبر من الجوائز والميداليات، حاجة طبعا عظيمة جدا. إحنا بنسعد أكيد بنجاح يعني الرياضيين المصريين في كل المجالات وفي كافة الرياضات، ولكن دايما بنسعد بصفة خاصة بالشباب، لأن لما بنشوف اللي هم عاملينه بنطمن على اللي جاي. امبارح بالمناسبة وصلت بعثة المنتخب المصري لشباب التايكوندو بعد مشاركتهم في بطولة العالم لشباب التايكوندو اللي استضافتها العاصمة البلغارية خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس. حقق يوسف الشرقاوي ميدالية برونزية، وهو ده يعني يعتبر إنجاز كبير جدا في منافسات التايكوندو للشباب، أكيد يعني خصوصا في ظل منافسة قوية جدا من أبطال العالم. كل الدعم لجميع الأبطال الرياضيين للوصول إلى أفضل المستويات وتحقيق الميداليات والبطولات في المحافل المختلفة إن شاء الله، وكلها بتساهم في رفع اسم مصر عاليا بين الدول، وبنسعد وبنفخر بيهم كالعادة. تعال بقى نروح للبريميوم ليج. يلا، كلنا اكيد متابعين مع حضراتكم الدوريات الاوروبيه والانجليزيه، وتحديدا هنا بنتكلم ان اعلنت رابطه الدوري الانجليزي الممتاز خلاص عن التشكيل المثالي للجوله الاولى من البطوله، والتشكيل المثالي ده للاسف غاب عنه نجم يعني نجمنا محمد صلاح للاسف الشديد، لكن تواجد النرويجي طبعا هالاند في التشكيل المثالي بعد ما استطاع ان هو يسجل هدفين في فوز فريقه على ويست هام بالمباراه. هتبقى اعتقد يعني هو هيبقى موسم قوي جدا جدا طبعا. وفي ناس من عشاق يعني بريميوم ليج في كل انحاء العالم، ده من الدوريات القويه قوي 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 يعني صحيح. وبالمناسبه الصفقات والانتقالات لسه مستمره يا حضرات، يعني امبارح مثلا اعلن نادي ارسنال الانجليزي انضمام لاعب خط الوسط الاوروغواني لوكاس تورييرا في يعني الايام القليله جدا الماضيه، انضم الى نادي جالاتا سراي التركي في صفقه انتقال دائمه. الحقيقة قدم اللاعب 89 مباراة للجانرز بعد انضمامه من سامدوريا في يوليو من عام 2018، وكان جزء لا يتجزأ من الفريق الفائز بالمباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي سنة 2020. أمضى توريرا الموسمين الأخيرين على سبيل الإعارة إلى إسبانيا وإيطاليا، موسمين الأخيرين هم 2020 و2021، وكان مع أتلتيكو مدريد حيث شارك في 19 مباراة في الدوري في موسم الفوز بالدوري الإسباني. وأمضى لاعب الوسط البالغ من العمر 26 سنة الموسم الماضي مع فيتوريا حيث شارك في 35 مباراة في جميع المسابقات،
يعني خلال وجوده مع فريقه في الدوري الإيطالي حاجة عظيمة جدا. بص احنا لسه برضو وفي بعض الانتقالات اللي لسه يعني زي ما يتقال ما حصل لهاش خلاص استقرار. لسه في نوادي كتيرة جدا بتفسخ عقود وبتضم بعض اللعيبة، يعني السوق او الميركاتو لسه شغال زي ما كريم كان بيقول لحضراتكم. خلينا نروح لانتر ميلان الايطالي اللي مؤخرا فسخ التعاقد مع النجم الكبير طبعا وهو ليه جماهيرية كبيرة جدا أليكس سانشيز، بعد ثلاث سنوات كان من خلالها حصد مع نادي لا القاب كتيرة جدا منها الدوري الايطالي وكاس ايطاليا والسوبر. ده حسب تقارير كانت هناك صحفية يعني إيطالية تحديدا، هم قالوا إنه وافق وكيله على إنهاء العقد مبكرا، ده بموافقة متبادلة. كانت مقابل كام بقى يا كريم الموافقة المتبادلة دي؟ 4.5 مليون يورو كتعويض. أنا ما عنديش مشكلة حد يفسخ معايا تعاقد مقابل التعويض ده. بينتقل بعد كده مفروض لأولمبيك مارسيليا، هيبقى كلاعب حر. وهو انضم اللاعب طبعا اللي عنده 33 سنة لإنتر، كان في البداية أو في البداية على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وكان ده عام 2019. بعد كده أصبح الانتقال الدائم بعد عام ده كان مجانا. وخلينا نقول بلغة الأرقام، هو قدم أو سانشيز قدم تحديدا 108 مباراة تنافسية كان بقميص الانتر، وسجل خلالهم 20 هدف. البعض كان يرى أن ده عدد قليل بالنسبة لعدد المباريات 128، ولكن هو قدم 23 تمريرة حاسمة، وده كمان بيحسب في السي في بتاعه. يعني فانتقال برضو أو يعني مش وحش، يتقال عليه مش وحش. برضو من ضمن الانتقالات اللي حصلت مؤخرا، اعلن نادي اشبيليا الاسباني بشكل رسمي ضم فرانشيسكو اسكو لاعب ريال مدريد السابق خلال الانتقالات الصيفيه الجاريه، بعد طبعا ما اجتاز يعني عمليات الكشف الطبي المتعلقه بالفريق. رحل اسكو عن صفوف ريال مدريد بهدف المشاركه بشكل اساسي، لانه كان قاعد على مقاعد البدلاء في الموسم المنقضي طبعا تحت قياده مديره الفني الايطالي الشهير كارلو انشيلوتي. كان اسكو انتقل الى صفوف ريال مدريد اللي هو فريقه السابق قادما من مالاجا سنه 2013، واستمر داخل النادي الملكي حتى عام 2022. وخاض اسكو مع ريال مدريد 353 مباراه، ونجح في تسجيل 53 هدف بالاضافه الى 56 تمريره حاسمه، وتوج مع النادي الملكي ب 19 لقب. بالمناسبه هتكون اول مباراه لفريق اشبيليا في بطوله الدوري الاسباني ان شاء الله يوم الجمعه المقبل ضمن منافسات الجوله الاولى من هذه المسابقه، وبرضه من الدوريات القويه، اكيد مش بقوه الدوري الانجليزي لكن برضه من الدوريات اللي تتشاف. خلينا اتفضل. لا والله ما هي والله ما هي راجعه، والله ما هي راجعه، والله ما هي راجعه. والله انت كنت هتقولها خلاص. كل شيء نصيب. فاصل ونرجع. يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل مع حضراتكم موضوعاتنا واخبارنا، وبرضه نتعرف معاكم على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه ساله حامد. هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره. صباح الخير عليك يا ساله، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وبصباح عليك يا نهاوند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي طبعا معوداكم دايما هنقول لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. وخليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني ريكاردو سواريش. ويمكن الفريق لحد دلوقتي يعني حاليا بيواصل التدريبات بشكل طبيعي ومستمر في معسكر مغلق في احد فنادق في برج العرب اللي قريبه طبعا من ملعب المباراه القادمه امام المصري، هو ملعب الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. وحاليا الفريق يعني مستمر في معسكر مغلق استعدادا للمباراه القادمه مباراه المصري، واللي هتقام بكره ان شاء الله في تمام الساعه 9 مساء على زي ما قلت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. والمباراة دي إن شاء الله هتكون في الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. ده بالنسبة لكرة القدم. خليني أروح للألعاب الأخرى، والفريق الأول لكرة اليد رجال تحت قيادة المدير الفني الأسباني دانيال جوردو. ويمكن مستر دانيال يعني يا كريم أنا هوند قرر الفترة دي أنه يخوض العديد من التجارب الودية أو المباريات الودية مع فريق النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد. ويمكن بدأ أول تجاربه الودية كانت مع منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002، ويمكن المباراه دي كانت على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر، وانتهت بالتعادل للفرقتين بنتيجه 31-31 للنادي الاهلي ومنتخب مصر 2002. ويمكن مش دي بس يعني المباراه الوديه الوحيده اللي لعبها النادي الاهلي، كمان امبارح يعني كان في مباراه وديه هنا في صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي، وكانت مع نادي الطيران مباراه وديه وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 31-22. ويمكن مستر دانيال
يعني يا كريم يا نهاوند عايز ان هو يخوض العديد من المباريات اكتر من يعني المباريتين دول خلال الفتره القادمه عشان يكون مستعد بشكل مناسب وبشكل جيد للموسم الجديد للعبة كرة اليد. ويمكن الموسم بالنسبة للعبة كرة اليد إن شاء الله هيبتدي في آخر شهر سبتمبر أو مع بداية شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله، يعني ده هيكون بالنسبة لكرة اليد والموسم الجديد. كمان لعبة كرة السلة والفريق الأول لكرة السلة سيدات تحت قيادة الكابتن طارق خيري، يمكن امبارح يعني كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن عن تجديد يعني واحدة من نجوم النادي الأهلي أو الفريق النادي الأهلي لكرة السلة رضوى محمد، ويمكن رضوى محمد يعني جددت للنادي الأهلي وللعب في النادي الأهلي لمدة 4 مواسم. يمكن اكد يعني كابتن خالد العوضي ان رضوى محمد يعني واحده من اللاعبات المميزه ومن القوائم الاساسيه لفريق النادي الاهلي، ويمكن اللي بيميزها ان هي عندها يعني خبره كبيره في لعبه كره السله تقدر تفيد بيها يعني فريق النادي الاهلي ويعني جميع لاعبات النادي الاهلي يعني بالتعاون مع بعض طبعا في اللعب لمصلحه النادي الاهلي. ويمكن يعني كابتن خالد العوضي مش بس جدد لرضوى يعني الفتره دي، يمكن الفتره الماضيه كمان اعلن عن ان هو جدد للعديد من اللاعبات المهمين في فريق النادي الاهلي منهم نادين سلعاوي و ثريا محمد ونهى شتا، وكمان التدعيم للفريق بهاله مصطفى العائده مره اخرى من سبورتنج، هاله مصطفى لمده 4 مواسم وميرال اشرف ايضا لمده 4 مواسم. ده بالنسبه لفريق كره السله سيدات. نروح لفريق كره السله رجال وتحت قياده يعني مدير فني الاسباني مستر أجاستي إبوش. يمكن يعني نادي الأهلي الموسم الماضي كريم نهاوند كان هو حامل اللقب للبطولة العربية لكرة السلة، السنة دي إن شاء الله كمان هيشارك في النسخة القادمة وهيدافع عن لقبه مرة أخرى. يمكن ده بعد ما أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة يعني عن القائمة النهائية لأسماء الفرق اللي هتشارك إن شاء الله في البطولة العربية النسخة القادمة واللي هتقام ما بين يعني فترة 5 ل 15 أكتوبر الشهر المقبل، شهر أكتوبر المقبل، واللي هيكون يعني اقامتها في دوله الكويت. وما بين يعني الفرق دي يعني 16 فرقه هتشارك في البطوله ما بينهم نادي الاتحاد السكندري المصري وفريقنا فريق النادي الاهلي، هيشاركوا الفرقتين من مصر بس في البطوله العربيه، ونادي الاهلي هيدافع مره اخرى عن لقبه في الموسم ده. ويمكن ان شاء الله يعني البطوله العربيه هي تكون اول البطولات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي مع بدايه الموسم. ويمكن لحد دلوقتي لسه يعني الفريق ما رجعش للتدريبات الجماعيه بشكل نهائي، ده بسبب ان مستر أجاستي بوش حاليا يعني في اسبانيا لسه، وبعض اللعيبه كمان مشاركه مع منتخب مصر في الفتره الحاليه. يمكن يعني ان شاء الله يا كريم ونهاوند الفتره القادمه او في خلال يعني الايام القادمه الفريق يعني هيرجع مره اخرى للتدريبات الجماعيه داخل مقر النادي الاهلي، ويمكن الكل هيرجع ما عدا لاعب واحد فقط وهو المحترف الجديد للنادي الاهلي والتر هادج، هينضم ان شاء الله للفريق وللتدريبات الجماعيه مع بدايه الشهر المقبل عشان يشارك مع الفريق بشكل نهائي وبشكل رسمي خلال الفتره القادمه. يمكن دي يا كريم ونهاوند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا كريم. اكيد اتفضل. شكرا لك يا سارة، جزيل الشكر على هذه التغطية. نروح بقى معاكم للصحافة الرياضية. تعالى بقى نروح للصحافة الرياضية والبوابة نيوز تحديدا مع مراسلتنا روزان نصر هناك عشان نقرأ أهم الأخبار في المواقع والصحف. صباح الخير يا روزان، وحشتينا ومعاكي أخبار مهمة جدا. وخليني أبدأ معاكي بالبوابة نيوز وبالصور كده، محطوطة المانشيت مع صورة بالصور. فيتوريا يتفقد ملعب برج العرب استعدادا لمعسكر المنتخب. زي ما حضراتكم عارفين هو وصل يوم 2/8 تحديدا، كان يوم الثلاث اللي فات، فخلينا نعرف منك تفاصيل أكتر. اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدين قناه الاهلي في كل مكان، وحشتوني اكتر الحقيقه. يعني يوم جديد، فقره صحفيه جديده من البوابه نيوز. ولكن خليني قبل ما ابدا الاخبار اللي معايا النهارده اقول لك يا نهاوند كل سنه وانت طيبه. يعني انا عارفه ان عيد ميلادك كان يوم الجمعه اللي فاتت، ولكن خليني اقولها لك يعني على الهواء، كل سنه وانت طيبه ومزيد من التالق والنجاح يا رب. خلينا بقى نروح على طول لاخبارنا لاخر الشهر محتفلين
خلينا نروح لأخبارنا من موقع البوابة نيوز. فيتوريا يتفقد ملعب برج العرب استعدادا لمعسكر المنتخب. حرص طبعا المدير الفني منتخب مصر الأول لكرة القدم على تفقد عدد من الاستادات خلال الساعات الماضية، يعني على رأسها استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بالإضافة لاستاد اسكندرية. وأثنى فيتوريا على إمكانيات استاد برج العرب في إطار سلسلة زياراته للملاعب للتجهيز طبعا لمعسكر المنتخب المقبل. من جريدة الشروق، الاتحاد المصري لرفع الأثقال يطالب بتغيير موعد البطولة الإفريقية. أعلن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال أنه تمت مخاطبة الاتحاد الإفريقي للعبة للمطالبة بتعديل موعد إقامة بطولة إفريقيا للكبار التي ستقام في مصر. وطالب الاتحاد المصري لرفع الأثقال الاتحاد الإفريقي بإقامة البطولة خلال الفترة من 5 أكتوبر المقبل حتى 15 من نفس الشهر بدلا من إقامتها في شهر ديسمبر نظرا لتعارضها مع بطولة العالم في كولومبيا. في سياق متصل، طالب كمان الاتحاد المصري لرفع الأثقال الاتحاد الإفريقي إقامة البطولة في القاهرة بدلا من الأقصر التي سيشارك بها عدد كبير من الدول، بالإضافة إلى استضافة مصر لبطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأندية. من موقع اليوم السابع، ميسي يتجاوز 1000 مساهمة تهديفية مع الأندية في مسيرته الكروية. حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إنجازا جديدا في مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات الفريدة. وساهم ميسي بثلاثة أهداف في فوز باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الفرنسي، حيث سجل النجم الأرجنتيني هدفين وصنع هدف آخر. وساهم ميسي ب 1002 هدف في مسيرته الاستثنائية بعالم كرة القدم، سواء طبعا مع فريقه السابق برشلونة أو الحالي باريس سان جيرمان. وأخيرا من الشرق الأوسط، توخيل، تشيلسي بحاجة إلى جيل جديد من المدافعين. قال المدرب الألماني توماس توخيل لموقع النادي على الإنترنت: نحن سعداء جدا بوجود لاعبين الخط الخلفي لدينا، ولكن من المهم أيضا أن يكون لدينا الجيل القادم لتسلم المسؤولية منهم في نهاية المطاف في السنوات المقبلة. وأضاف كمان: تعتمد اللعبة بشدة على الجانب البدني، هذا هو الواقع، لذلك نحن بحاجة إلى لاعبين آخرين لتناوب اللعب مع هؤلاء اللاعبين. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من البوابة نيوز. بشكركم طبعا وأعود ليكم مرة ثانية. واحنا بنشكرك على التغطيه دي يا روزان، شكرا ليكي جدا. نروح فاصل، يلا نروح فاصل ونرجع مع حضراتكم عشان نبدا اولى فقراتنا الحواريه. اتكلمنا قبل كده كتير عن منتخب مصر في البلياردو والسنوكر تحديدا واللي حققوه في البطوله الافريقيه والتاهل كمان لبطوله العالم. النهارده معانا بطل من ابطال اللعبه وهيكلمنا اكيد عن مشواره. على فكره بالمناسبه هو كان معانا من سنه ونص تحديدا وبس في الاستوديو القديم في 10 الصبح في الاهلي، وكان لسه ما فيش اي حاجه خالص. قلنا له يا محمود وش البرنامج ده حلو وادي الميداليه اهي، صح ولا ايه؟ هيا نرحب بيك كابتن محمود الهريدي لاعب منتخب مصر للبلياردو سنوكر. بونجور والف مبروك. صباح الفل عليك، سعداء ومتشرفين بوجودك معانا ومتشرفين بالانجازات الحلوه اللي اكيد هنتكلم معاك عنها وعن تفاصيلها. بس احنا عايزين بقى ايه نبتدي القصه من اولها، من اول البدايات لغايه ان شاء الله دي مش هتكون النهايات، ولكن لغايه التاهل لبطوله العالم للبلياردو اللي هتقام ومن ساعه لما كان ستة. عندنا من سنه ونص يا كريم لغايه دلوقتي برضو عملت ايه ما يعني؟ ما شاء الله. طبعا انا شرف ليا ان اكون معاكم مره ثانيه، وصباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام. بدايتي في السنوكر كانت من 12 سنه تقريبا. بدايتي انا كنت بلعب كوره اصلا. بعد كده شاء القدر ان انا اتحولت من الكوره، وكان حلمي ان انا بلعب كوره، بقيت لعيب سنوكر. بس الاول كنت هاوي ولا كنت حاططها؟ كنت هاوي، كنت هاوي، كنت يعني كنت بخلص تمرين الكوره واروح العب مع زمايلي بلياردو بينج بونج، لحد ما لقيت السنوكر شدتني جدا. ابتديت ان انا واحده واحده كهوايه ابتديت ادخل الفريق، ابتديت اخش بطولات، ابتديت احقق. دي كانت بدايتي لحد ما الحمد لله وصلت لبطل افريقيا ان شاء الله. يعني لو كنت بطل العرب كمان في مراحل يعني يمكن سابقه، يعني مع البدايات اللي هو مسيرتي يعني ابرزها ان انا كسبت بطوله العرب مرتين 2018 2019 وبطوله الجمهوريه الناشئين 3 سنين متتاليه 17 18 19 ان شاء الله. واخيرا البطوله الافريقيه واخيرا البطوله الافريقيه السنوكر السكس ريد
دي كانت في شهر 6. الحمد لله يعني انجازاتك ما شاء الله عليك. حاجة مشرفة جدا. يعني كان حلم بالنسبة لي، وكان تارجت انا ما كنتش لسه حاطه يعني في السنين دي، كنت لسه يعني شايف نفسي ان انا يعني كان لسه ان انا ابذل مجهود زيادة، بس الحمد لله ربنا كرمني وتأهلت لبطولة العالم للمحترفين ان شاء الله في تايلاند. موفق فيها ان شاء الله. يعني ان انا اكون في بطولة مع المحترفين، ان انا كان دايما هم يعني الرول مودلز بتوعي. طب. ان شاء الله اكون معهم على نفس الترابيزه، ده حلم يعني حلم كبير يعني ان شاء الله. كمان يعني انا شايف ان انا مش بس ان انا يكون شرف مشاركه، لا انا ناوي ان شاء الله ان اتمرن وابذل قصارى جهدي ان انا انافس، وان شاء الله انا يعني مستعد لكده باذن الله. طيب محمود اشرح لنا شويه، لان في ناس لسه كنت انا وكريم بنتكلم في النقطه دي ما يعرفوش اصلا ان احنا في البلياردو عندنا ابطال وبنحقق اصلا بنخش بطولات وكلام زي ده، مش عليه سبوت لايت يعني، يمكن مؤخرا اصبح لكن قبل كده لا. خليني او افهم منك انا وكريم الطفره دي حصلت ازاي، الاهتمام شويه اللي زاد ده كان سببه ايه يعني، وليه الاول ما كانش فيه اصلا؟ هو في الحقيقه فعلا الفتره الاخيره دي يعني البلياردو بشكل عام بكل انواعه في طفره، في انجازات بتحقق، في نتائج يعني عالميه. يعني الفتره الاخيره دي في عبد الرحمن شاهين زميلي في المنتخب حقق الميداليه الفضيه في الوورلد جيمز في السنوكر، في البلياردو الفرنسي كابتن سامح سيدهم ده اسطوره مصر يعني، ومصنف من اول 8 على العالم محترفين ما شاء الله، وحقق وصل فاينل بطوله العالم السنه اللي فاتت. ففي فعلا انجازات يعني لازم يكون عليها سبوت لايت، لازم يكون عليها يعني الابطال دول يعني يستاهلوا فعلا ان هم يكون عليهم يعني الاهتمام ده جه بسبب التفوق اللي انتوا اصبحتوا فيه. يمكن الاول ما كانش فيه يعني بطولات او ميداليات بتتجاب، فيمكن ما كانش فيه اهتمام شويه. الحقيقه هو الاتحاد المصري يعني احب اشكره من خلالكم بجميع اعضاء مجلس ادارته ورئيس مجلس اداره استاذ عمرو الخرادلي. الحقيقه السنين اللي فاتت دي يعني في الاول ما كانش فيه قوي اهتمام او يعني دعم، لكن الفتره الاخيره دي فعلا من يعني تقريبا خلال الست سنين اللي فاتوا لا في دعم. ودعم مادي ولا دعم معنوي بس؟ دعم معنوي. لا ادينا الاجابه. انا مكتسب خلاص اسئلتي برضه. لا يعني الحقيقه مش مقصرين، الحقيقه مش مقصرين في حاجه اكيد. وكان بيجيبوا لنا مدرب اجنبي. السفريات بتبقى على حسابكم ولا على حساب الاتحاد؟ لا على حساب الاتحاد، لما اسم منتخب مصر طبعا بتبقى على حساب. على فكره دي نقاط مهمه ليه بسال فيها، لان احنا بنتكلم عن يعني دلوقتي دعم الرياضيين في كل المجالات، فده يهمنا جدا ان احنا نسمع من ابطالنا حاجه زي كده، ان اي تقصير حتى لو كان مادي ده يفرق معانا بعد كده في ترتيب مصر، فيعني أكيد لازم أكيد. نعالج لو في اي حاجه. هو يعني اكيد طبعا احنا محتاجين دعم مادي زياده. أوكي. ودعم اعلامي ده هيفرق معانا جدا، ان هو يجيب لنا سبونسرز. بالظبط ده هيفرق معانا جدا، وهيخلينا ندينا فرصه ان احنا كمان نشارك وننافس مع المحترفين ونعمل نتائج ان شاء الله احسن من اللي حققت يعني. يعني عايز اسالك على يعني البلياردو من الرياضات المنتشره كهوايه عند ناس كتير جدا، شريحه كبيره من المواطنين، فالمفروض يبقى عندنا كم من الابطال المستقبليين لو اتيحت لهم فرصه الانضمام للاتحاد او الانضمام لفرق معينه او للنوادي بعينها؟ ايه اللي منعنا ان احنا يكون عندنا ابطال كتير في الرياضه دي، علما بان الرياضه منتشره حتى في المحافظات النائيه يعني اخر شويه سنين؟ ممكن تروح محافظات ما تتخيلش ان انت تشوف فيها ترابيزه بلياردو وهتلاقي ناس بيلعبوها، فايه المانع ان احنا يكون عندنا قاعده عريضه اكتر بكتير من اللي حاصله دلوقتي في الرياضه دي؟ اكيد نفسي ده يحصل. يعني احنا هو البلياردو بيتقسم لثلاث انواع، سنوكر وفرنساوي وبول. البول هو يعني اكتر انتشارا. أيوة. وفعلا في الاحياء او يعني انا لما بشوف ده في مناطق شعبيه على فكره. لا فعلا اجر ساعه بالياردو يعني في مواهب فعلا مدفونه في لا في مواهب فعلا يعني يستاهلوا ان هم يدعموا. هل الاتحاد حاطط عينه على الفكره دي؟ اكيد 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 في خطه، يعني اكيد في خطه ان يعني في لعيبه كتير فعلا تستاهل، واكيد لازم هيحصل يعني دعم منهم
ان هم يشوفوا الابطال يعني يشوفوا المستويات ويشوفوا المواهب دي، ولازم لازم يدعموها عشان نطلع ان شاء الله جيل يعني احسن بكتير قوي من الموجود يعني. طيب خليني اسالك برضو على محمود. محمود من ساعه لما كنت معانا من سنه ونص وانت قلت انا عايز اشتغل على نفسي وعايز ارفع اسم مصر وعايز اجيب الميداليه، واحنا حتى وقتها قلنا لك ان شاء الله ده يحصل، انت مرنت ازاي نفسك؟ يعني خلينا نعرف المشوار، اصل دايما احنا لما بنستضيف حد بيتكلم عن البطوله خلاص انه حصل عليها، بس انا بحب قوي انا وكريم نتكلم في التفاصيل. قدرت ازاي مشوار النجاح ده يحصل؟ يعني ايه التحديات اللي قابلتك؟ ايه المشاكل اللي قابلتك؟ ايه الحاجات الحلوه اللي كنت محظوظ فيها؟ طبعا هو يعني حطيت تارجت، يعني اي بطوله بتكون جايه بالنسبه لي يعني بخلي نفسي ان انا يعني ادي احسن اداء، فوكست بقى على الهدف بتاعك، مش ادي احسن اداء طبعا النتيجه دي بتاعت ربنا، فاعمل اللي عليا، اتمرن كويس يعني وابذل قصارى جهدي يعني ان انا اوصل لاعلى نقطه في البطوله. على ذكر التمرين، انتوا يعني نوع التمرينات المطلوبه لمحترف البلياردو بتكون عامله ازاي؟ هل في عندكم زي الرياضات الثانيه مثلا تدريبات او تمارين مثلا بدنيه مش يعني انتوا الدنيا عندكم ماشيه ازاي في البلياردو؟ هي طبعا لعبه يعني فيها توافق عضلي عصبي كبير، لازم صفاء ذهني، هي لايف ستايل، اي محترف في اي رياضه لازم يكون عنده لايف ستايل، من حيث نيوتريشن، من حيث ان هو يكون فيت، من حيث ان هو يكون يعني حتى الفيتنس مطلوبه في الرياضه اكيد طبعا. يعني ماتشات الكريتيكال يعني الفاينلز وكده ماتش بيقعد مده طويله. قد ايه بقى؟ يعني ممكن الماتش يوصل لاربع خمس ساعات. ياه يمكن اربع خمس ساعات ممكن اكتر كمان، واحنا قاعدين بنتابع اربع خمس ساعات كتير قوي. ممكن اكتر كمان هنا. واو. هنا بقى يعني الواحد يكون فيت، النيوتريشن بتاعه كويس، ده هنا يفرق اللاعب عن اللاعب. فيش بريك في النص ولا كام بريك؟ اكيد في بريك كام طبعا. بريك يعني هو اصلا كل ماتش في البريك قد ايه بتلعب؟ والله هو في يعني على حسب الدور المعين، مثلا في الادوار التمهيديه بيبقى عدد الاشواط المطلوبه ان الواحد يعني يجيبها عشان يكسب المباراه بتبقى اقل اكيد من المباراه النهائيه. فيعني البريكس في بريكس طبعا. اوكي. وتاكلوا فيها عادي وترتاحوا فيها؟ اكيد يعني بريك صغير يعني من 5 ل 10 دقائق ماكسيمم 10 دقائق عشان نلحق ناكل. لا هو طبعا سريع لا ما ينفع يعني الاكل وسط الماتش طبعا الموضوع صعب يعني. بس فطبعا هي لايف ستايل، الواحد يكون لازم يركز على كل حاجه علشان يطلع احسن نتيجه في الماتش. جميل. طب احنا عايزين بقى نتعرف اكتر عليك انت شخصيا وعلى دراستك، يعني انت بتدرس ايه؟ هل كان في مثلا تعارض بين الدراسه والتركيز فيها وبين عدد الساعات الطويله المطلوب منك ان انت تتمرنها، ناهيك عن المشاركات والسفريات والمعسكرات الى اخره، فهل حصلت عندك اي مشكله نتيجه تضارب المواعيد مثلا؟ هو الحقيقه انا كنت في يعني ايام المدرسه، انا كنت في مدرسه الاكاديميه، الحقيقه كانوا مدعميني دعم رهيب يعني، اي بطوله اي معسكر اي حاجه كان دايما مدعميني ودايما بيسيبوا لي وقتي ومساحتي ان انا اقدر ان انا اشارك واروح المعسكر. خلصت المدرسه دخلت الجامعه الاكاديميه العربيه برضو، دخلت هندسه قسم ميكانيكا. لا يا راجل يعني وعارف تظبط ازاي ما بين هنا بقى صراحه انا يعني بشكر الجامعه، بشكر رئيس الاكاديميه دكتور اسماعيل عبد الغفار. الحقيقه القسم كامل والجامعه كلها يعني كانت مدعماني بشكل كبير وخلتني اقدر ان انا اوافق بين الدراسه وبين الرياضه. الحقيقه بشكرهم يعني جدا، يعني فعلا فرقت معايا كتير ان انا اقدر اتخرج من كليه الهندسه قسم ميكانيكا، وان انا الحمد لله اقدر ان انا احقق بطولات. طيب خلينا نتكلم لان فاضل ثلاث دقائق تقريبا على انتهاء الفقره، فحابين برضو اروح معاك يا محمود للبطوله الافريقيه، ومين كان اكتر منافس ليك من وجهه نظرك كنت خايف اصلا يعني تقابله، او مين اللي كنت مترقب للماتش بتاعه؟ هي البطوله الافريقيه كانت يعني كانت في المغرب، كانت تقريبا 10 ايام، كانت بتضم خمس بطولات، بطوله السنوكر السكس ريد والماسترز فوق ال 40 سنه والسيدات والسنوكر 15 ريد
ايه بقى في 6 راد و15 راد؟ يعني عدد الـ 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 الكور الكور الـ الـ الاحمر. اوكي عشان بس في بطوله يعني ال 6 راد وفي ال 15 راد. اوكي الحقيقه يعني المنتخب المصري يعني احنا حصدنا كل البطولات ما عدا بطوله السيدات. ان شاء الله يعني قريب يكون في قاعده للسيدات في السنوكر وفي البلياردو عامه. يعني حابب اقول اسماء طبعا اللي فازوا بالبطوله. بطوله ال 15 ريد كابتن محمد ابراهيم وتاهل للتور المحترفين انه يروح يلعب سنتين مع المحترفين. وكابتن محمد علاء خيري كسب بطوله الفوق ال 40 سنه. والفرق نادي شرق الدخان فاز بطوله افريقيا للفرق. والحمد لله انا كسبت بطوله ال 6 ريد وتاهلت لبطوله عالم محترفين 6 ريد. مليون مبروك. وكان طبعا في دول كتير منافسه تقريبا كانوا 7 دول. يعني كانت بطوله فعلا صعبه. البطوله انا كسبتها كان فيها اكتر من 100 لاعب. طب واللي جاي ايه النظام ده؟ احنا بنتكلم في اللي جاي ان شاء الله. يعني بطوله العالم محترفين ان شاء الله الشهر الجاي. دي ناوي اكيد محتاجه استعدادات خاصه. اكيد طبعا بقى. طبعا ان شاء الله يعني ده حلم اتحقق وان شاء الله يعني حاجه كبيره. هرجع اقول لك تاني وشنا. اكيد طبعا. لا ان شاء الله بجد اتفرج على اللقاء اللي بعديه ان شاء الله. أيوه. هيبقى معانا كاسات جديده يعني. طبعا من خلالكم حابب اشكر نادي سموحه. بيتي ويعني اهلي والنادي اللي انا اتربيت فيه. انت عايش دلوقتي هناك برضه؟ ما في اسكندريه وعايش في النادي يعني. برئاسه المحاسب استاذ وليد عرفات. يعني اب واخ يعني. دعمه المعنوي قبل المادي. حقيقه يعني داعم للبلياردو بشكل كبير. الحمد لله احنا عندنا في النادي حققنا يعني انجازات. الموسم ده موسم استثنائي بالنسبه لنا. وبنتمنى لك تحقيق المزيد والمزيد من الانجازات دي. مليون مبروك على اللي فات وان شاء الله نبارك لك بعد كده على اللي جاي كمان. نورتنا ونزورك باذن الله لو جينا اسكندريه. على فكره انا ممبر في سموحه بس ما رحتش غير 3 مرات في حياتي. وفي سبورتنج برده مش عارفه ليه بابايا اشترك معاه ما نروحش اصلا. بس يعني النوادي حلوه جدا. انا رحت من سنه كده. ان شاء الله نزورك وان شاء الله نصور كمان معاكم هناك. دي حاجه اكيد هتسعدنا لان انتوا برده بتمثلوا مصر في محافل دوليه مختلفه. فده شيء بيسعدنا. شكرا ليك يا محمود. شكرا ليك وانا اتشرفت بيك والله. شكرا. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه. في الفقره دي هنتكلم عن كتير من الموضوعات اللي تهمنا كلنا الحقيقه وخصوصا اللي من حضراتكم من متابعي الدوريات الاوروبيه وخصوصا مع انطلاقه قويه جدا للموسم الجديد من الدوري الانجليزي. هنتكلم في كل هذه الامور والدوريات الاوروبيه المختلفه وكمان بطوله افريقيا. كل الكلام ده هيحصل مع الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي اللي دايما بيسعدنا بوجوده معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل واهلا بحضرتك. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح كله كويس؟ تمام الحمد لله بخير. نايم كويس؟ لا ما انا حاسه. طب نبدا بايه؟ بالدوري الانجليزي؟ اكيد طبعا. رايك ايه في الماتشات دلوقتي اللي بتحصل؟ بعد كده عندي بعض النقاط كده انا وكريم اللي عايزين نتكلم فيها وهي برضه سوق الانتقالات اللي لسه مستمر. تمام. ومصير كريستيانو وغيره لان طبعا ده بيهم مليارات لو قلنا مش ملايين بس العشاق طبعا. صحيح. يعني رونالدو اتفضل. يعني الدوري الانجليزي طبعا بادئ كالعاده يعني ما فيهوش جديد. بادئ قوي جدا من بدايته. بالظبط. ده الطبيعي. هو يعني بدايه الدوريات الاوروبيه بالنسبه لنا بتبقى يعني حاجه كده بتظبط الدماغ. يعني احنا ايه في ظل يعني البطولات اللي احنا بنعيشها دي المسابقات اللي احنا بنعيشها في مصر الغريبه طبعا اللي لسه اصلا ما انتهتش. يعني احنا النهارده هينتهي لسه في اخر اغسطس والدوريات الاوروبيه بدات خلاص. يعني لما الدوريات لما الدور المصري ده العجيب الغريب ده لما يخلص هيكون خلص مثلا حوالي 5 اسابيع من الدوريات الاوروبيه. ما تفكرناش بقى يا استاذ محسن هنعمل ايه. فعشان كده يعني عشان كده بقول لحضرتك ان هي بتظبط دماغنا دماغنا الكرويه طبعا اقصد. يعني فطبعا البدايه بالدور الانجليزي طبعا كان قوي جدا. وما حدش يقول مثلا ايه ده السيتي بادئ قوي وليفربول تعثر. الكلام ده مش موجود خالص في انجلترا. لا ما فيهوش اي مشاكل. يعني يكفي ان السنه اللي فاتت اخر جوله بل مش اخر جوله بس اللي اتحدد فيها البطل. لا ده اخر 10 دقائق ده اخر ربع ساعه اللي اتحدد فيها البطل. صحيح. بالمشهد الدراماتيكي اللي حصل في المباريات اللي قمر في وقت واحد. لكن طبعا يعني نقدر نقول اللي يهمنا طبعا محمد صلاح اكيد بيواصل طبعا للمره السادسه على التوالي في بيسجل في المباراه الافتتاحيه وده شيء عظيم بيدخله التاريخ. ده رقم قياسي. بالظبط. كمان في سجل اهداف ليفربول نفسها ان في تاريخ ليفربول هو
بيتواصل يعني ما يعني بيقرب من طبعا ايان رش، يمكن هو اكتر لاعب في تاريخ ليفربول مسجل 346 هدف تقريبا، لكن صلاح ان شاء الله جاي في الطريق يعني. ان شاء الله يعني، بس محتاج كم موسم كمان. يعني كانت ظاهره غريبه ان ارسنال بيكسب، لان ارسنال محب ارسنال كتير جدا في مصر، لكن هو للاسف فريق غريب يعني، ما بيكملش، بيتغلب ماتشات غريبه جدا. يمكن الكوموكسات الانجليزيه بصراحه كان في كوموكس ظريف جدا لما هم كسبوا كريستال بالاس 2-0 وصعد لقمه الدوري الانجليزي، فكان الكوموكس ظريف كده قال لك هم اشبه وجود ارسنال على القمه اشبه بوجود الفيل على الشجره، ما حدش عارف طلع ازاي بس كله عارف انه هينزل. ف يا عيني على ارسنال زمان، ده كان ارسنال زمان ده بتتحسدوا يعني شنبات، طبعا طبعا كان من طبعا الفرق طبعا القويه جدا الحقيقه. طبعا كان في كمان انتصار لانديه لندن، تشيلسي كسب خارج ارضه على ايفرتون 1-0، وتوتنهام كسب 4، وارسنال كسب 2، فانديه لندن الثلاثه كانوا تفوقوا. بس خلينا دلوقتي في ليفربول ومحمد صلاح والوان تو اللي استجد مؤخرا بينه وبين داروين نونيز، ويعني شايف الثنائي ده او الثنائيه دي هتبقى عامله ازاي الفتره الجايه؟ طبعا بعد ما شفنا ثنائيات سابقه ما بينه وما بين طبعا ساديو ماني مثلا، ساديو ماني اللي رحل عن الفريق. خلينا اقول لحضرتك ان حرفيا هي ثنائيه مرعبه، ثنائيه صلاح ونونيز ثنائيه مرعبه فعلا يعني. يعني مثلا من هم لعبوا ماتشين اثنين، مباراه الدرع الخيري اللي هو ضد السيتي وكسبوا 3، ومباراه فولهام اللي هي في افتتاح الدوري الانجليزي، من 5 اهداف سجلها ليفربول صلاح ونونيز سجلوا 4، بل بالعكس تناوبوا يعني، كل واحد سجل 2 وعمل اسيست. هو ده ما يقلقناش على صلاح يعني؟ لا اخذا في الاعتبار طريقه لعب يورجن كلوب. لا 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 ما قلقناش على صلاح، يعني بالعكس ده يساعد. ممكن يهدد صلاح كهداف مثلا؟ قوه صلاح كلاعب مهاري وخبراته اللي زادت في الدوري الانجليزي ما تخليكش ما تقلقش عليه ابدا، حتى لو كان جنبه ميسي يعني. ما تقلقش عليه. كم يوم كان في عنوان بيتكلم عن ان هالاند يهدد محمد صلاح، انه سجل هدفين مع لا لا ما حدش هيهدد محمد صلاح يعني، لكل مباراه ظروفها طبعا. محترم طبعا هالاند لاعب كبير وسجل هدفين في الافتتاح، في مباراه الافتتاح في السيتي، لكن مثلا ما هو اتغلب من ليفربول في مباراه الدرع الخيري حتى ما سجلش كمان وما ظهرش كمان يعني. هو كان طبعا لاعب رائع مش عايز كلامه، ده اضافه اصلا للدوري الانجليزي قبل ما يكون اضافه لمانشستر سيتي. لكن محمد صلاح ما لا خوف عليه، وان شاء الله في الموسم الجديد يقدر محمد صلاح ان شاء الله ياخد كمان لقب الهداف، لان هو بداها كده بهدف وباسيست، هو السنه اللي فاتت نهاها بانه خد افضل اسيست في الدوري الانجليزي وافضل هداف الدوري الانجليزي والاكثر اسيست في الدوري الانجليزي، فهو بدا مبكرا بدري يعني، من اول ماتش فرقته جابت جونين، جاب جون وعمل اسيست جون، فبادي من الاول مركز. ما اعتقدش محمد صلاح عنده مشكله في القصه دي، وجود نونيز بيخدم على محمد صلاح، لان محمد صلاح بطبعه لاعب موهوب، فبالتالي لا طريقه لعبه تنفع معاه ولا الكلام ده كله. وكان مثلا قبل نونيز ما كان في الثلاثي المرعب صلاح فيرمينيو ساديو ماني، أيوة. ومع ذلك كان بيتفوق على الاثنين، طبعا اكيد 3-1، لكن كان بيتفوق على الاثنين، ويوم ما حصلت يعني حد قرب منه كان ساديو ماني خد معاه الاثنين، خدوا مع بعض ايكوال هداف الدوري الانجليزي، كان مع هاري كين كمان، كان الثلاثة خدوا الهداف في وقت واحد من سنتين. فلا ما فيش اي خوف على محمد صلاح، بالعكس ده بيخدم محمد صلاح وبيخدم حتى ليفربول انه يقدر يحقق بطولات السنه دي. طيب حلو جدا. قبل ما نروح للدوري الاسباني، لانه خلاص هيبدا الاسبوع الجاي وناس كتيره متوقعه ان البارسا هيعود بعد التدعيمات الاخيره اللي هو عملها، يعود بقوه بعد غياب من الدوري 3 مواسم، خليني بس اروح معاك ليه عشان نقفل الدوري الانجليزي لكريستيانو، مصير كريستيانو اللي لسه حد دلوقتي لم يحسم بعد، واللي علامات استفهام كتيره، واللي ابتدت اسماء نوادي كتيره جدا تطرح في الفتره الاخيره ما بعد مانشستر يونايتد، الى اين بقى نقدر نقول كريستيانو رونالدو؟ يعني بنسبه كبيره جدا في بروسيا دورتموند، لان هو مش بيختار، هو كريستيانو ما عندوش اختيارات خلاص. 37 سنه، اغلب الفرق رفضته طبعا. وحشه قوي دي برضو في مسيره لاعب عظيم زي يعني كريستيانو. هو اخطا لما مشى من ريال مدريد، ده بلا شك يعني، لكن خلاص اللي حصل. كان في بدايه الموسم كان ممكن يروح، او كان وكيل اعماله كان بيسوقه يعني، بسبب كبر السن ما خلاص ما مشيش يعني. بس هو اداؤه ما زال لم يتاثر يعني، زي مثلا ابراهيموفيتش، ما ابراهيموفيتش حاجه و40 وما زال يعني ماشي بس هو موجود في اقوى دوري في العالم. وعندنا كان الحضري برضه
لا الحضري حارس مرمى وعندنا كان يعني انا بقول لك اسماء فضلت للاربعينات. لا 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 احنا عندنا كان الحضري طبعا كان حارس مرمى موجود محمد عبد المنصف، بس دول حراس مرمى طبيعه المركز ده مش زي لاعب عبد المنصف تقريبا تساوى دلوقتي في عدد المشاركات في الدوري مع كابتن عصام الحضري لو انا مش غلطان. اعتقد قرب وعلى وشك انه يعديه كمان يعدي الرقم يعني هيقرب منه. لكن كمان كريستيانو مشكلته مشكلتين، انه موجود في اقوى دوري في العالم يعني هو ومع ذلك هو كان هداف فريقه السنه اللي فاتت، ده حاجه تحسب ليه. لكن اليونايتد ما بيساعدش حد في اليونايتد الحالي، ما بيساعدش حد انه يتالق. وبعدين بالنسبه نجيب من الاخر بالنسبه لكريستيانو، تسجيل هدف واحد في دوري ابطال اوروبا بالنسبه له اهم من انه يفوز مع مانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي، لان هو بيحارب الزمن. بمعنى ايه؟ ان هو دلوقتي 140 هدف او 141 هدف الهداف التاريخي لدوري ابطال اوروبا، الثاني ميسي ب 125 فرق 15 جول. فهو السنه دي اليونايتد مش هيشارك، فهو وميسي هيشارك، فالناس دي هتزيد اهدافها بالزبط. هو مش هيزيد، فهو بالنسبه له عايز اي فريق يشارك في دوري ابطال اوروبا، ده متوفر في بروسيا. الحقيقه هما الاثنين وضعهم وصورتهم وهيبتهم اتهزت كتير بعد ما سابوا فرقهم الاصليه. اضف لذلك السن يعني طبعًا. سابوا فرقهم الاصليه والسن نفسه يعني حتى ايه شبه شيء يذكر. ميسي تحس انه اكبر من الدور الفرنسي يعني السنه اللي فاتت موجود في الدور الفرنسي اللي خد هداف ولا كان مؤثر مع الفرقه. بس في فرق بين ميسي وكريستيانو، ان ميسي كان غصب عنه، كريستيانو كان بارادته يعني برضو عشان نبقى مفرقين الظروف مختلفه. ماشي مش يعني بس يقدروا يحلوا الموضوع يعني او كان يقدروا يبقوا كاساطير لريال مدريد وبرشلونه، لكن في النهايه هم يعني في المجمل دفعوا ثمن خروجهم من الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، انه اصلا حتى ده اثر على الدور الاسباني نفسه، ان هم لما سابوا الدور الاسباني الفرقتين الكبار تاثر بشكل كبير جدا وبدا يتعافى شيئا فشيئا انه يرجع. هل اللي حصل معاهم ده في دلاله على ان سيطره راس المال او اغراء واغواء الماديات ممكن تخلي اساطير يتخلوا عن الاماكن اللي هم حققوا اسطورتهم فيها؟ كلام حضرتك صح بس مش 100%، لان يعني مثلا رونالدو السنه اللي فاتت وهو رايح اليونايتد كان جاي له عرض من السيتي. سيتي اللي هو اللي بطل الدوري الانجليزي، سيتي اللي بيشارك في دوري ابطال اوروبا، سيتي الفريق كبير، ومع ذلك هو ما راحلوش عشان هو الغريم الازلي لمانشستر يونايتد. الاثنين في مدينه واحده والعداء بينهم كرويا طبعا بشع، فما راحش لده وراح للثاني لانه هو بينتمي عاطفيا ليه، ففضل ده عن ده. هو موجود بس مش بنسبه كبيره طبعا، لكن اكيد طبعا سطوه المال خلت واحد زي ميسي يروح باريس سان جيرمان، او باريس سان جيرمان يجيب نيمار وميسي والكوكبه اللي عاملها دي بارقام فلكيه، بس ده في النهايه ما نفعوش يعني ما عملش نتائج يعني في النهايه بطل محلي ولم يحصل على الهدف الاكبر بالنسبه له دوري ابطال اوروبا، اللي هو نفس الكلام حصل برضه مع السيتي رغم كل النجاحات بتاعته دي برضه لا يفوز بدوري ابطال اوروبا، اللي هو اصلا يعني مش عايز اقول معمول عشان عايز يعمل يعني طبعًا. جايبين جارديولا والكوكبه دي عشان ياخدوا دوري ابطال اوروبا مش الدوري الانجليزي، وكذلك باريس سان جيرمان. وارد ان ميسي ممكن يحقق لقب هداف الدوري الفرنسي مثلا الموسم ده مع البدايات القويه، هو سهل اصلا الثنائيه اللي سجلها مع باريس سان جيرمان. الدوري الفرنسي هو الخامس في ترتيب الخمسه الكبار، يعني ما تقول الدوري الانجليزي، الاسباني، الايطالي، الالماني، الفرنسي، هو اسهل او اقل دوري في الخمسه يعني ترتيبه رقم خمسه، وبيفوز باريس سان جيرمان كده يعني هو معدي يعني يمكن كان مره خدها ليل السنه اللي فاتت، لكن في النهايه مسيطر على على الدوري الانجليزي، لكن عفوا على الدوري الفرنسي، لكن هو تحس ان هو مش في دماغه يعني مش بيجري عليها او مش بس عليها قوي ان هو ياخد هداف الدوري الفرنسي، لانه طيب. طبعا في النهايه مش دوري مصنف قوي جدا. احنا هنروح فاصل ونرجع نبدا مع الدوري الاسباني لان فيه كلام كتيره جدا، وتحديدا هنبدا بالبارسا عشان نعرف التدعيمات الاخيره دي حلت شويه الازمه الاقتصاديه عندهم، والاسماء الكبيره اللي انضمت كمان ليفاندوفسكي على سبيل المثال ده هيؤثر يعني بالايجاب، هل هيحل محل كريستيانو عفوا ميسي ولا لا؟ فاصل سريع ونرجع نكمل. مرحبا حضراتكم، ده كان اخر فاصل خلاص في حلقتنا النهارده، لسه بنتكلم مع استاذ محسن لملوم. وخلينا بقى نروح على الدوري الاسباني على طول، ونبدا ببرشلونه اللي غاب عن الدوري 3 مواسم، وطبعا ليه عشاق من كل انحاء العالم وناس زعلانه، يعني هل في عوده مره ثانيه كده، او يعني زي ما بيتقال كده بوادر تاكد ان في عوده مره ثانيه لبرشلونه لمجدها؟ وفكره هنا انضمام ليفاندوفسكي، ناس تقول لك لا ممكن يعوض ميسي، لا ناس تقول لا عمر ما في اي لاعب حتى مهما كان هيعوض وجود ميسي مع بارسا، يعني خلينا نعرف منك. يعني بالنسبه لبرشلونه بصراحه ما حدش كان متوقع ابدا الصفقات او التعاقدات اللي عملها في قبل بدايه الموسم، لانه كان برشلونه كان عنده بعض المشاكل الاقتصاديه اللي خليته حتى بقى ياجر الملعب بتاعه الملعب الكامب نو اللي عايز يعمل فيه حفل زفاف ولا حاجه، وكانت الناس حتى كانت بتتريق اللي عايز وب 300 يورو افرح ماشي يعني الناس كانت بتتريق عليه.
ان هو خلاص طب رايح فين برشلونه، لكن هو فاجئ الجميع. يمكن هو كان اكتر نادي في اوروبا كلها مش في مش في اسبانيا فقط ان هو قدر يعمل تعاقدات بصراحه كانت كلها قويه وجامده، قدر ينجح ان هو يتعاقد مع كريستينسن من توتنهام مجانا، مع فرانك كيسي مجانا من ميلان، لكن كانت الصفقه الاعظم طبعا ليفاندوفسكي، قبلها كان في رافينيا بصراحه، لكن ليفاندوفسكي بصراحه هي الصفقه اللي لمعت اكتر في ومؤخرا جاب كمان كوندي. لكن هو ليفاندوفسكي الناس بتتكلم طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هو هل هيعوض ميسي، طبعا مفيش اي لاعب طبعا هيعوض ميسي، لكنه لاعب رائع يعني، كان يعني ليفاندوفسكي مثال اللاعب المتكامل بصراحه في صحيح. كل يمكن ثابت على مستواه دايما، ظهر ده في بايرن ميونخ، يمكن حتى الناس كانت بتحب تروح ريال مدريد وبرشلونه عشان تاخد الكره الذهبيه، كان حتى كان في على الناس بتتريق يقول لك ايه عشان تحصل على الكره الذهبيه روح الدوري الاسباني، اصل مش بلعب في الدوري الاسباني انا بلعب في الدوري الانجليزي، لكن هو حصل على الجوائز دي وهو بيلعب في بايرن ميونخ اللي هو الدوري الالماني نقدر نقول الى حد ما دوري متواضع يعني، يعني دوري الفريق الواحد يعني بايرن ميونخ مسيطر زي باريس سان جيرمان كده في فرنسا، بعكس طبعا الدوري الاسباني بيتناوبوا عليه ثلاثه ريال والبارسا ومعهم اتلتيكو مدريد. لكن الصفقات دي خلت الناس كلها مستنيه، فاجئت الجميع وخلت الناس كلها مستنيه موسم قوي بقى، عوده الليجا اللي بجد اللي هي بقى لها ثلاث سنين من بعد ما مشي رونالدو وبعد منه ميسي، خلت الدوري الاسباني ما بقاش ليه متابعين قوي. هو من امتى الفرق الثقيله الكبيره العريقه اللي ليها تاريخ واللي طول عمرها بتحصل على بطولات، من امتى بتبقى في عرض لاعب نجم يستجد ضمن صفقاتهم الجديده عشان ياخد بقيتهم؟ من امتى الكلام ده؟ حصل في الليجا يعني حركه، كان في اخر 10 سنين كنت تتفرج العالم كله بينتظر مباراه ريال مدريد وبرشلونه اللي هي كان ساعات بيقول لك ايه مباراه ما بين رونالدو وميسي، حتى كان بعض الصحف بتقول لك رونالدو يتعادل مع ميسي 2-2، كان في مره كده كانوا يتعادلوا 2-2، الاثنين جابهم ميسي والاثنين جابهم رونالدو، فالاثنين الكبار دول او قطبي الكره في العالم مش ريال والبارسا، كانوا قطبي الكره في العالم رونالدو وميسي. تناوب الفوز بالكره الذهبيه ده ياخدها ده ياخدها، الموضوع كان منتهي، لكن لما الاثنين مشوا مره واحده عملوا فراغ كبير جدا في الـ في الـ في الليجا، الانظار بعدت شويه عن الدوري الاسباني، ما عادش دوري قوي لانه اصلا في الاساس ما كانش حد بيتفرج قوي على ماتش مثلا ايه ريال اللي كانوا مثلا مع برشلونه، الميريا مع مش عارف ريال مدريد، خلاص كانت اهم حاجه عندك ماتشات ريال مدريد مع ريال مدريد والبارسا، مع اتلتيكو مدريد شويه، مع اشبيليه، مع فالنسيا الى حد ما، لكن كمان لما راحوا دول ما بقاش حد يتفرج عليه نادرا. السنه دي بيرجع يعني، هو رجع السنه اللي فاتت بقوه ريال مدريد بصراحه، عامل تشكيله رائعه جدا مع منافسه اتلتيكو مدريد، يمكن برشلونه كان بعيد شويه، لكن السنه دي بالاثنين قطبي مدريد ريال واتلتيكو، وكمان بنضيف عليهم وجود لاعب برشلونه بوجود لاعب بقى كبير زي ليفاندوفسكي معاهم، لا اكيد المنافسه تبقى السنه دي بصراحه رائعه. هنرجع تاني نتفرج على الدوري الاسباني بتركيز اكبر، ممكن يا ترى هيكون بنفس القدر من المتعه ولا لا؟ هدينا هنشوف يعني، خلينا نشوف نستنى يعني. طب تعال نروح للدوري الايطالي واليوفي وايه النظام ومتوقع ايه برضو؟ لا الدوري الايطالي في كل مرحله ممتع بكل امانه يعني، كره القدم الايطاليه لا غنى عنها بكل امانه، الكاليتشو ممتع بجد، لكن هو محصوره بين قطبي الكره الايطاليه يعني ايه سي وما كانش محصوره، ده هو الفتره الاخيره كان يوفنتوس بس يعني، ما اليوفي غايب بقاله اكتر من سنتين اهو، بالظبط، والسنتين يعني رجعت الكره بجد لحلاوتها، مره انتر ميلان ومره اي سي ميلان، قطبي مدينه ميلان اللي هي المدينه الوحيده في العالم اللي فيها اثنين، المدينه الوحيده في اوروبا اللي فيها فرقتين خدوا دوري ابطال اوروبا، الريال سوري اي سي ميلان خدها 7 مرات والانتر خدها 3، فدي يمكن المدينه الوحيده في اوروبا اللي فيها فرقتين خدوا دوري ابطال اوروبا، والناس كلهم بيحبوا الانتر والميلان، فكان جميل ان هم خدوها اخر سنتين الانتر ثم الميلان. السنه دي انت داخل على موسم قوي جدا بصراحه، الميلان عامل واخد بطوله الدوري عن جداره واستحقاق وراجع بعد غياب، الانتر رجع لوكاكو تاني مع الدبابه أيوه. البشريه بتاعته من تشيلسي، فاكيد بيحاول يرجع تاني للمنافسه، يعني بعيد عن اليوفنتوس شويه، عندنا في ناس بتتجاهل فريق روما، يعني فريق روما قوته في كذا حاجه، ان هو اصلا بيدربه جوزيه مورينيو، فمورينيو في حد ذاته ده قوه في حد ذاته، ان هو كمان جاب لهم بطوله المؤتمر الاوروبي حتى وان كانت البطوله الاضعف في بطولات القاريه في اوروبا، لكن في النهايه روما خد بطوله يعني، دي برده بتحسب ليه. وفي الصفقه الاخيره اللي هو تعاقد مع ديبالا من يوفنتوس، كانت صفقه مدويه جدا، كلنا شفنا استقبال ديبالا من جماهير روما كان يعني مش ممكن، انا ما شفتش استقبال في العالم للاعب بالشكل ده،
يعني من ايام مارادونا لما راح نابولي في 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 منتصف الثمانينات، ما فيش حد، ما فيش نادي في العالم استقبل لاعب بالشكل اللي استقبله بيه جمهور مدينه روما، روما كلها بديبالا. تشوف الفيديوهات حاجه رائعه، لان هو كمان دخل قلوبهم قبل ما يجي، لانه معرض عليه الرقم 10 فقال لا، رقم 10 ده بتاع الاسطوره توتي، وانا مش استحاله البس الرقم 10، ويظل رقم 10 في روما. طبعا هو لاعب شالوهاله، وبعدين هو جالي اصلا لان يمكن كانت خدتها لجازيتا ديل سبورت اللي هو الصحيفه الاشهر في ايطاليا، خدت صوره لقطه كده لمورينيو ماسك الموبايل وكاتب برونتو سونو مو، تحياتي انا مو، انا مورينيو. هو بيجيب اللعيبه كده وبيرفع السماعه يكلم اللاعب يجيبه، حتى كان جاب محمد صلاح بالمناسبه لما انضم لتشيلسي في بدايه في زمان، يعني لما كان في فريق بازل السويسري، هو كان مورينيو هو اللي كلمه، فله سحر خاص يعني، نجم كبير في عالم التدريب زي مورينيو سبيشال 1، كلم ديبالا غير اتجاهاته خلاص، ما فكرش مورينيو بيكلمني. طبعا وجود مورينيو مع ناديي روما او ديربي روما اللي هو روما ولاتسيو مدينه روما يعني، فده بيعزز اقوى اكتر. كمان عندنا نابولي اصلا فريق قوي في الاساس، مع وجود طبعا اليوفنتوس اللي بيحاول يرجع لما جاب واحد زي دي ماريا مثلا دي ليخت، يمكن ده هيدي طعم، ما بقتش المنافسه احاديه ولا ثنائيه، يمكن بقت رباعيه او خماسيه، فده هيخلي الكاليتشو يرجع لحلاوته تاني، اللي طبعا بصراحه الكره الايطاليه بملاعبها بجمهورها باسماء حتى اللعيبه وهي كلها حلوه على بعضها كده، بلد البيتزا طبعا. صحيح. حلوه حلوه القفله دي. طيب احنا معانا تقريبا اربع دقائق، خلينا نختم بقى بمصر ونتكلم عن فيتوريا. هو المفروض وصل يوم 2/8/3 اللي فات. صحيح. النهارده نزل يعني اخذ جوله كده في الملعب وبص، واكيد هو متابع وعنده اجنده لقاءات وغيره. خلينا نبدا من فيتوريا وتوقعات استاذ محسن لملوم كده للفتره اللي جايه والاحداث اللي حاصله واللي هو جه استلم بيها برضه. والله هي مبشره بالخير في وسط كل الظلام اللي احنا فيه في العك الكروي في مصر، لكن هو مبشر، لان فيتوريا لو ما عملش الكلام ده ما حدش هيلومه. ما فيش مدرب بيقعد يجتمع مع مدربين او المدير الفني لانديه الدوري والشباب وغيره، ما فيش مدرب بيزور كل الملاعب في الكره المصريه. ده كويس ان هو يعني ليس من سمع كمان راى، يعني هو بيجي يشوف بنفسه، بينزل ارضيه الملعب يشوف الملعب عامل ايه. يمكن الحته دي بتفكرنا بمانويل جوزيف، مره كان بيلعب هو بيدرب النادي الاهلي في بداياته، كانوا رايحين الملعب في مره فليه الاوتوبيس رايح ملعب المقاولين في مره كانوا يلعبوا، فقال لهم احنا مش في القاهره، قالوا لا ده الماتش في المقاولين، انزعج جدا من القصه دي وغير الخطه في الاوتوبيس. نفس يعني المدرسه البرتغاليه بالظبط يعني. اللي هو لا يا جماعه الملعب بيفرق. كمان المدرب ده يعني لفيتوريا بيجتمع مع كل المدربين الدوري، بيجتمع بيشوف كل الملاعب قدر الامكان، مش بيكتفي من الفرجه على التلفزيون يعني. كمان بيعمل حاجه مهمه جدا، متابع فريق الشباب اللي هو خد وصيف بطوله كاس العرب الاخيره بضربات الترجيح امام السعوديه، وبعت لهم تهنئه كمان لما تاهلوا للمباراه النهائيه، لان ده لو حضرتك تاخد بالك هو عقده 4 سنين، فدول اللي دول اللي جايين عليه يعني. ان شاء الله سنتين ثلاثه قبل نهايه عقده، ممكن اقل من ثلاثه، وممكن اقل من ثلاثه، لان هو يعني شفنا تجربه النادي الاهلي مؤخرا مع الناشئين، الناس كلها بدات تحط عينيها على اللعيبه دي، بدات تحط حتى عينيها على لعيبه المنتخب الشباب، ان هو يا جماعه ده المبدا ده طول عمره منطقي وموجود، ليه مش بنلجا له غير لما نتزنق قوي؟ المنطق حاضر فيه يعني. بالظبط، ده بالعكس، ده هي كره القدم معموله يعني بينطبق عليها الحاجه ام الاختراع. ليه بيتفوق اللاعب الافريقي في الدول الافريقيه الاكثر فقرا عن مثلا دول شمال افريقيا؟ لان هو هنا الحياه فيها رقد الى حد ما، كده كده بيلعب في الاهلي في الزمالك، فالبطولات مضمونه، فالدنيا بالنسبه له بيس. لكن في افريقيا زي ما لعبش مش هياكل اصلا، فبيجي طالع بره فبينجح. ده كذلك حضرتك مثلا اقرب دليل مباراه الاهلي والاتحاد، الشباب الصغير عايز يثبت نفسه، جعان شهره، جعان فلوس مش طبعا. عيب عايز يثبت، عايز الناس تشاور عليه، بدا الناس تعرف سيد غريب، بدا الناس مش عارف زياد طارق، الناس دي أخري. كذلك في الزمالك برضو ده المهم، انت خلاص ما هو الكبير ماشي كبير ما فيش مشاكل، ولازم له شويه راحه. فكان الراحه السلبيه دي كانت مهمه، يمكن يعني من اجمل القرارات اللي خدها، افضل القرارات اللي خدها كابتن محمود الخطيب في رئاسه النادي الاهلي، لان هو ريح الكبار، لان ده عشان تحتاجهم، لان اصلا في العالم لازم 3 شهور راحه سلبيه. طبعا هنا كله لابس في بعضه، ما فيش اي راحه، فكله بيحصل 3 شهور دي بندخل فيهم 4 بطولات. صحيح. بالظبط، فعشان كده ده كان كويس. نرجع لفيتوريا، ان هو كويس انه حط عينه على مجموعه الشباب، لان دول اللي جايين بالنسبه له، دول المستقبل، مش الطقم الكبار اللي اكيد طبعا هيعتمد عليهم، لكن هو باصص عينه على اللي جاي،
مش اللي رايح يعني. فده شيء يحسب بصراحه لفيتوريا. البدايه مبشره وما عندوش اي ضغوط خالص، لان طبعا كمان البطوله اتاجلت بتاع كاس الامم الافريقيه سنه، وتصفيات كاس العالم اللي هي الاهم والمهم بالنسبه لنا لسه بقى عليها 4 سنين اساسا، فبالنسبه له الدنيا سهله تماما، فكويس انه براحته يقدر يعمل الكلام ده كله ومعاه 4 سنين فمفيش اي مشاكل خالص. حضرتك بتطمن عموما على الصعيدين، على صعيد النادي الاهلي والمستجدات اللي بتحصل فيه، وعلى صعيد المنتخب واللي بيحصل فيه، مطمن للي جاي؟ بالنسبه للمنتخب احنا اتكلمنا ان هو مفيش ارتباطات فتره اخيره، فده كويس جدا يدي مساحه للمدرب وجهازه يعمل بشكل افضل. في النادي الاهلي اقدر اقول حضرتك ان يعني رب ضاره نافعه، ان هو تقريبا حظوظه في الدوري ما بقتش موجوده تقريبا يعني. طبعا لسه ما حسمش، لكن خلينا نقول خلاص بقى الظروف صعبه بسبب الاحداث الاخيره وفقد النقاط ايا كانت الاسباب، فكان كويس جدا ان هو طلبا خلاص فقد ده، خلاص ريح اللعيبه الكبار اللي هم مستهلكين بقى لهم 3 مواسم بيلعبوا لحد بطولات افريقيا لحد اخر مباراه، بيلعبوا 3 مباريات في كاس العالم للانديه، بيلعبوا مع المنتخب، بيلعبوا مع سوبر افريقيا، كل دي زائد الكاس زائد الدوري، كل دي ضغوط عليهم لدرجه ان هو كان في وقت واحد المنتخب بيلعب في الكاميرون والاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه وهي نفس اللعيبه يعني، خلصوا الماتش يوم الاحد، خدوا الطياره من مش عارف ايه على مش عارف ايه ولعبوا تاني، يعني امور صعبه جدا، فكانت رب ضاره نافعه. الاهلي ريح الكبار دول او مش الكبار سنه، نقصد يعني الكبار اللي هم بيشاركوا على طول، الاساسيين يرتاحوا شويه عشان تلاقيه بعد كده. فدي طبعا شيء كويس بالنسبه لحتى تلاقي كل جمهور الاهلي مبسوط من الجزئيه دي، حتى لانه مش هتعني النتائج قوي يعني. حلو جدا، احنا الفقره والحلقه خلصت. بس بجد استفدنا، نورتنا استاذ محسن، شكرا جزيلا لحضرتك، اشكرك على وجودك معانا، وان شاء الله نشوف حضرتك على خير ان شاء الله. والشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على متابعتكم لينا، بكره باذن الرحمن يتجدد لقائنا وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الخير.